شارع النجفي في الموصل أحد المعالم التي ترتبط بالتاريخ الحديث للمدينة وثقافتها، موقع اشتهر بازدحامه وحيويته يرتاده الباحثون عن المعلومة بين صفحات الكتب. لحق به دمار كبير خلال العمليات العسكرية، ويعمل الشباب الموصلي اليوم على إعادته إلى سابق عهده بالكثير من النشاطات، منها منتدى عودة شارع النجفي. اليوم إقامة حفل اختتام فعالية قمناها برنامج صيف يمتد لشهر بالتعاون مع مدرسة المبدعون وجامعة الموصل بعدة كليات، هي جذب وتعريف للتلاميذ والشباب بقيمة وتاريخ هذا الشارع وإثارة فضولهم للتساؤل والمعرفة. وواجه المتطوعون من شباب الموصل الذين شاركوا بكثافة في منتدى عودة شارع النجفي صعوبات كبيرة في التعامل مع الدمار الذي لحق بالشارع، وهم يبذلون جهودا كبيرة لإعادة الحياة إليه. حضرنا اليوم مهرجان إعادة إحياء شارع النجفي الذي أطلقته رصيف الكتب بالتعاون مع كلية التربية للبنات وكلية التمريض في جامعة الموصل. ربما تأتي هذه المبادرة انطلاقا من أهمية هذا الشارع ودوره الرمزي الكبير في الثقافة الموصلية الحديثة. مدينتنا الحبيبة، مدينة الثقافة والعلم، يكون رمزها هو شارع النجفي الذي لا يقل أهمية عن شارع المتنبي من ناحية الثقافية والعلمية والتعليمية. هنالك مبادرات عديدة، منها هذا المنتدى الذي يعمل على إحياء هذا الشارع بكل النواحي الثقافية والمناسبات العلمية. وحضر عدد كبير من سكان الموصل حفل اختتام المنتدى، واستمتعوا بفقرات ثقافية شملت إلقاء القصائد والخطب وتنظيم المسابقات الثقافية. هذه التكاكين وهذه المحلات تؤن وتصرخ على كل المحلات.